مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، ورمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. اليوم وصلنا لنهاية رمضان، لازم نعمل معمول العيد. هنسوي معمول السميد بالتمر. تعالوا نشوف كل المقادير وأسرار نجاح المعمول معنا. المقادير: بيجات كبير حطيت 600 جرام سميد ناعم، 400 جرام طحين فرخة، 200 جرام زبدة بحرارة الغرفة، و 100 جرام سمنة بحرارة الغرفة، نقطة كتير مهمة، ونص كوب سكر بودرة أو سكر ناعم الحبيبات. نفركهم بكف إيدنا لتتداخل كل الزبدة والسمنة بالحبيبات السميد، وبتركها 24 ساعة مغطاية بمكان مناسب. تاني يوم حطيت عليهم ربع كباية حليب ناشف، ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة، ربع كباية من مزهر والموارد مخلوطين مع بعض، طرحت ملعقة صغيرة محلب وبهارات المعمول إذا متوفر عندكم. حطيت مي تقريبا من ربع كباية لنص كباية مي، بحط شوي شوي المي وبعجن لوصولها عجينة بهيدا القوام. فإذا وبرجع بتركها تتحمر كمان ساعتين. بسوي بهيدا الوقت عجينة التمر، كورت التمر بشوية سمنة وحطيت له شوية قرفة مع ينسون إذا بتحبوا، عملتهم بشكل كور صغيرة أو طبات صغيرة، وبعمل عجينة المعمول كمان طابة أكبر شوي وحط فيها حشوة التمر. حطيت لها شوية سميد قبل ما أحطها بالقالب حتى ما تلزق معي، وبظبطها من كل النواحي أو كل الميلات وبطرقها. في عندي قوالب البلاستيك، في قوالب خشب، لو طلعت شوي كبيرة عن الجوانب بعملها بهيدا الشكل. في عنا كمان قوالب الكبس بتعطي شكل كتير حلو وأسهل بالشغل. هلأ لازم نكون محميين الفرن على درجة حرارة 200 منشان نضل محافظين على نقشة المعمول من فوق. بنحط المعمول على الرف الوسط والنار من فوق دقيقة لنحافظ على هيدي النقشة الحلوة. بنرجع بندوي النار من تحت، بنراقب المعمول تقريبا بياخد من 10 دقائق ل 12 دقيقة ليحمر الكعب. برجع كمان بدوي النار من فوق دقيقة لياخد اللون الأشقر الحلو. لو تشقق معي الوجه ما بيأثر، بس لما يرتاح وهالتشققات كلها تروح ما تخافي من هيدا الموضوع. خليهم ليرتاحوا بالصواني، برجع بنقلهم على صحن التقديم أو على وعاء التخزين. وهيك بتكون خلصت وصفة المعمول بسميد معي. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة، جربوها كتير طيبة. وكل عام وانتم بخير، واذا كنتوا بتشوفوني لاول مره يا ريت تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وانا بشوفكم بوصفه جديده. وباي باي.